السلام عليكم يا إخوان. اليوم إن شاء الله في مسابقة تدريبية، غادي ننتظر الحمام ونوجد له الماكلة ديالو ديكوراتيف كيما كتشوفو. بسم الله الرحمن الرحيم. هاهو كيما كتشوفو نعطيو الديباراتيف ديالو الماكلة و دكريت شوية الكريت كيما كتشوفو. راه نيطوينا السجنة شوية، هانتوما تشوفو معانا كيما كتشوفو الإخوان. نحاولو نعطيو الماكلة ديالهم فيما جاو. هانتوما جينا نطويناها، قالو طلقوا الحمام للتدريب. المهم كما كتشوفوا حنا غنطيبو التدريب. اما الماكله خليهم تيجيو ان شاء الله. الماكله هي مصوبه، كما كذلك صوبناه. والله ما يصير اخوان، شوفوا كيما كتشوفوا ما يسخر. اسمحوا لنا على هاد الغيبة هادي، شحال هادي غبنا عليكم. ها كيما كتشوفوا ها اللفظ المتواضع، ها هي نحاولو نهزو الصفارة. دابا 10:55 نحاولو نهزو الصفارة، ركبوها هي الصفارة مساعد رسمي المطالق. ها كنتناو الحمام وهاد المسابقة. الله يسخر، احنا حلينا اليوم واحد طرومبا باش تجي مساهلة. شوفوا ويزي على شاي احنا مولعين ان شاء الله في السنة الجديدة. نتمنى جميع الإخوان يكونوا بصحة جيدة وبخير وعلى خير. نتمنى التوفيق للجميع. واحد الإطلالة هنايا في ولاية على أخرى. كيما كتشوفو الولاعة الأخرى، اللهم بارك. دجاج، اللهم يسلم.
انتم الاخوان البلاصه فين غيجي الحمام انا كنتسناو هذه الفوق احنا في انتظار الاخوان كاينه الضبابه شويه والحمد لله الاخوان احنا مولعين تحية التنظيم احنا مولعين نتسناو الحميمات تقريبا 50 أو 60 ما بين 50 و60 كيلومتر تحية لجميع المواليع داخل أو خارج أرض الوطن تحية لجميع المتابعين حنا كنتظرو في الحميمات باقي ما كاينش لا الماء هو الاخوان نقينا شويه السطح شطبناه نقينا قضيه نشطه شويه معاك هذا بجوج ديكور اول حمام جا الاخوان لا هو اول حمام جوج حمامات اول اخوان جا الحمام هادي 11 و 4 دقايق جاو جوج حمامات هما الاولين جوج هاد اخوان هو الاولين عاوز تبعهم الحمام الاخر هاي آه تبارك الله حميمات الاخوان الله يبارك باقي شي حميمات
ثلاثة الحمامات. هما أربعة الحمامات آخرين الإخوان من التدريب. أول حمام يلاه بدا يبان في الفرق الثاني هذا. تقريبا الحمام من الاخوان وصل كامل جمع الحمام او 4 دقائق جمع فيها الحمام، ولكن اول اخوان شي حمام ما بغاوش يدخلوها هما. ولكن هما مرة غيمشيو مع الحمام مجموعين شي حمامات، اما البعض راه داير لاج كيما كتشوفو. هانتوما كيما كتشوفو الإخوان، ها الحميمات اللي شاركو في نفس السباق ديال التدريب، هما تقريبا كاملين وصلو. اللهم بارك إخوان، الله يسير. نحاول نعطيو دابا الماكلة ديالو. ها واحد الحمامة هيا، وها هو قد بدأ موسم السباق من جديد. نطلب الله التوفيق، الله يسخر الجميع.
كما كتشوفوا الاخوان جوج حمامات هما اللي سبقوا في البداية، كانوا هما الاولين كيدورو هربوا على الفرك، عاد تبعتهم وحده ثلاثه الحمامات هما الاولانيين. حنا مازلنا في انتظار، باقا وقيله تقريبا شي حمامه او جوج ولا ثلاثه تقريبا. ها هي حمامه هاي راح اخرى تقريبا جا كل شيء الحمد لله. هذا الاخوان واحد الذكر هو يجي دابا الاخوان، هذا راه عامين، هو عامين يعني رجع بعد عامين الاخوان. هذا راه كان عندي في سنة 2020 تقريبا عامين او 3 سنين يعني باش كان عندي، وكان توضر لي في شي مسابقة في العام ديال الموسم ديال 2021. ها هو رجع الاخوان، هو هذا يلا عاد الاخوان. نحاولوا ندخلوهم دابا ياكلوا الاخوان. تقريبا هو هذوك الحمامات اللي قلتلك باقيين، هما ثلاثة هما جاو الحمد لله تدريب جيد. تحية لجميع الإخوان المنظمين على هذا التدريب، تحية للطونديم كهو من هذا المنبر كيرجع عليه الشكر ديالو والتقدير ديالو، تا هو الشكر والتقدير. هاو كيما هذا هو الذكر اللي قلت لكم الاخوان رجع بعد عامين. الحمد لله الاخوان التدريب داز ناجح 100%، التدريب جيد
اللهم يسير، نتمنوا التوفيق للجميع وكل شيء تولى معنا هاد السنة إن شاء الله. وكنشكركم إلى هنا، نقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، وشكرا لكم جميعا على حسن مشاهدة الفيديو، وحطوا لنا شي تعليق تحفيزي، وشكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله في فيديو آخر، والسلام عليكم.